بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا فإن ذلك من عزم الأمور. Thank you.
كل نفس ذائقة الموت كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا What?
وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك سبحانك وعلى جنوبهم ويتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار وما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا 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 إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا Oh.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني لا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب
من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العظيم. إن كنت ترغب في السعادة والهنا وذهاب همك فاقرأ القرآن، فتلاوة القرآن خير عبادة، وبه نخاطب ربنا الرحمن، وهو الذي قد أحكمت آياته قهر الجميع بلاغة وبيانا، وهو العلاج لكل قلب متعب سئم الحياة ولازم الأحزان. يستمطر الرحمات من رب السماء لسامعيه وقارئيه الآن. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من آخر سورة آل عمران، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي نكرم فيها رمز الأدب والواجب في كل مكان. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاتر على قبره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير، ملك المقامات ومحرك القلوب والأكثر شعبية دولية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفن الإضاءة الحديثة، أفخم محطات ديزل الكبرى وأفخم قصور الضيافة والخيم المكيفة في إدارة حق علي السويعي مقيم بشبين الكوم، ومشاركة مع البث المباشر مصور هذه الليلة القرآنية المباركة البشمهندس المحترم عبد الرحمن حجازي. أسرة الفقيد الراحل مرحوم بإذن الله تعالى الحاج مصطفى أبو اليزيد قزعة، تقدم الأستاذ محمد مصطفى قزعة، أستاذ أحمد حلمي جبريل، الدكتور علي القزعة، الحاج عبد العزيز القزعة، وأسرة الفقيد الراحل الحاج محمد القزعة، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء.